اليوم نحن موجودين بوحدة من المناطق المحببة لقلوب البيروتيين وهي منطقة قصقص. هالمنطقة مثل أغلب المناطق البيروتية كانت عبارة عن أراضي زراعية مليانة شجر، وكانوا أهل بيروت يقصدوها للتنزه وليقضوا فيها نهار العطلة، خصوصاً وأنه هالمنطقة كانت قريبة من منطقة الرمل أي الطريق الجديدة وحرج بيروت، وكانت تابعة جغرافياً لمنطقة المزرعة، وظلت هالمنطقة لسنين طويلة ما فيها سكن وكانت تعتبر من الضواحي. ومع الوقت بلشت هالمنطقة تعمر، وكانت أول عائلة استوطنت فيها من بيت قصقص، لهيك نسبت هالمنطقة لإلن واسمها لليوم بعده ما تغير. وشوي شوي عمرت هالمنطقة وانبنت فيها البيوت وانشقت فيها الطرقات وكترت فيها العيال، بس مساحتها الخضراء ظلت موجودة لوقت طويل. معالم هالمنطقة ظلت عم تتغير وتتبدل مرحلة بعد مرحلة، وبعهود الاستقلال شهدت هالمنطقة نهضة عمرانية كبيرة، فانبنت فيها البنايات والمساجد واختفت البيوت القديمة والبساتين وكترت فيها الطرقات وانبنت فيها المحلات والأسواق. ولكن يلي ميز هالمنطقة بالتاريخ الحديث هو وجود مقبرة الشهداء. هالمقبرة يلي تعتبر من أهم المقابر الإسلامية الموجودة ببيروت، ويلي بتضم كبار الشخصيات البيروتية على رأسهم رئيس الحكومة والزعيم البيروتي صائب سلام، ما كانت موجودة قديماً. وبالعام 1958 صار بلبنان انتفاضة ضد عهد الرئيس كميل شمعون، ويلي دامت حوالي 6 أشهر، وأسفرت هالأحداث عن وقوع شهداء من منطقة قصقص والطريق الجديدة والمناطق المجاورة. وبسبب الظروف الأمنية الموجودة أنذاك ما قدروا أهل هالمنطقة يدفنوا الشهداء بمقبرة البشورة، لهيك قررت الفعاليات البيروتية أنه تاخد جزء من حرج بيروت الملاصق لمنطقة قصقص ودفنوا فيه 3 شهداء. ومع الوقت تحولت هالأرض لمقبرة خاصة بالمسلمين وعرفت بمقبرة الشهداء، ويلي بعدها موجودة لغاية اليوم بمنطقة قصقص، ويلي أعطت هالمنطقة قيمة مضافة.